يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. الحجاب له فوائد صحية هائلة، منها أن أشعة الشمس فيها كثير من الموجات التي تضر بالإنسان إذا تعرض لها لساعات طويلة، منها الأشعة فوق البنفسجية، وتضر الأنثى أكثر مما تضر الذكر، لأن طبيعة المرأة أن سمك طبقة الدهون تحت جلدها أعلى من سمك طبقة الدهون تحت جلد الرجل. الأشعة فوق البنفسجية تتفاعل مع هذه المواد البروتينية تحت الجلد وتؤدي إلى أمراض متعددة، منها سرطانات الجلد، منها تساقط الشعر، منها تقيحات أحيانا يعني في فروة الرأس أو في الذراعين أو في الرجلين، أمراض كثيرة الإنسان في غنى عنها. النساء في أوروبا شغلنا فترة من فترات باللون الأسمر يعني، فجلسنا يعني يعرضن أجسادهن إما لساعات طويلة في الشمس أو للمبات الأشعة فوق البنفسجية، فاطلع بعد فترة انتشار أمراض سرطانات جلدية رهيبة، فبدأ الأطباء يعني يحذرون من استخدام اللمبات فوق البنفسجية أو التعرض لساعات طويلة يعني تحت أشعة الشمس. هذا التعرض يؤدي إلى يعني جفاف الشعر كما يقولون، والجفاف يؤدي إلى تقصف الشعر، والشعر هو زينة المرأة حقيقة، فإذا فقدت المرأة هذا الجزء من زينتها والله أصابها بكثير من العقد النفسية والمشاكل الذاتية التي يعني قد تتعسها في حياتها. يبدو متعارضا مع الدعوة بأن الإنسان محتاج إلى فيتامين د الذي يتكون بتفاعل أشعة الشمس مع بعض مكونات الجسم، ولهذا يعني كان التصميم الإسلامي للبيت في المجتمع العربي يحرص على إيجاد ساحة داخلية للبيت عليها حديقة أو حوش أو فناء يعني حتى تشعر المرأة بشيء من الحرية في الكشف عن ذراعيها عن ساقيها عن شعرها، فلا تحرم من هذه الفائدة، لكن لا تكون هي السمة العامة يعني أنها تخرج إلى الشارع بهذه الصورة، فتؤدي طبعا إلى لفت الأنظار إليها، إلى الوقوع في مشاكل يعني من صلات غير مشروعة يعني يؤدي إلى تعقيد في حياتها، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية التي قد تنتابها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن